متواصلين معاكم على مدار الساعه لليوم الثاني على التوالي من المدينه الباسله من محافظه بورسعيد. اهالي بورسعيد يختاروا رئيس مصر القادم 2024. المشهد لم يختلف كثيرا عن الامس كما تتابعوه وننقله لكم، بل ازداد التوافد من المواطنين للنزول والمشاركه. معنا الاستاذ فهمي الششتاوي رئيس الاتحاد المحلي نقابات عمال بورسعيد اليوم من امام لجنه 8 احدى لجان الوافدين. عمال مصر النهارده بيقولوا ايه؟ عمال مصر النهارده خرجوا ليعبروا عن رأيهم وانتخاب مرشحهم الرئاسي للفترة القادمة. وفي الاتحاد المحلي عقدنا لقاءات عديدة مع قادة المنظمات النقابية للاستقرار على مرشح رئاسي قادر على قيادة البلاد في المرحلة القادمة ومواجهة التحديات، وقد تم الاستقرار على المرشح الذي يملك الرصيد من الإنجازات والمواقف الوطنية العظيمة والبطولية، وكاد أن يضحي بالكثير من شعبيته في سبيل أن ينهض بهذه البلاد، لأن معروف أن القرارات الاقتصادية المهمة قد تنتقص من شعبية الرئيس، ولكنه كان مصرا على أن يخوض تجربة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الإنجازات العظيمة التي المنتشرة في كل ربوع الوطن. وحاليا قادة المنظمات النقابية بالكامل موجودين أمام اللجان يوفرون وسائل المواصلات للعاملين لكي يدلبوا أصواتهم واختيار مرشحهم الرئاسي. الأستاذ فهمي الششتاوي رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال بورسعيد شكك البعض في عدم النزول للانتخابات أو التصويت بحجة إن الانتخابات منتهية وخالصة. الرسالة اللي ببعتها عمال مصر للعالم كله بمشاركتهم النهاردة. فعلا أرسل عمال مصر رسالة للعالم بالملايين التي نزلت إلى صناديق الاقتراع لتعبر عن رأيها واختيار مرشحها الرئاسي. وكل إنسان يشكك في العملية الانتخابية أو يدعو الناس للمقاطعة، هذه هي الخيانة بعينها. العمال والمواطنين جميعا مدركين لخطورة المرحلة وأهمية مساندة الدولة والوقوف معها والوقوف مع المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. نحن قادرون بعون الله أن نوصل رسالة للعالم أن مصر هي الباقية، حتى لو سقطت كل الدول المحيطة بمصر، ولكن ستقف مصر مع شعبها ومع قيادتها شامخة. متواصلين معاكم على مدار الساعة زي ما قلنا. ده كان لقاءنا مع رئيس الاتحاد المحلي نقابات عمال بورسعيد، ولسه مكملين في اليوم الثاني والمشهد اللي حضراتكم شايفينه لاختيار اهالي بورسعيد رئيسهم القادم 2024.